بعد استيلاء البابليين على فلسطين في أواخر القرن السادس قبل الميلاد، اعتادوا اليهود السبايا إلى بلادهم، وكان من نتيجة هذا الاحتكاك أن امتزجت بعض أساطير بلاد ما بين النهرين بأساطير التوراة كتاب اليهود المقدس. وقبل 2000 عام ظهر يسوع الناصري كمعلم يهودي دعا بأنه المسيح المنتظر، وبعد صلبه تشكلت الملامح الرئيسية للديانة المسيحية، فحافظت على اعتبار التوراة كتابا مقدسا واسموه بالعهد القديم، وهكذا صارت أساطير التوراة معتمدة لدى المسيحيين الذين بدورهم أضافوا إليها أساطيرهم الخاصة فيما اسموه بالعهد الجديد. وفي القرن السادس الميلادي في مدينة مكة ادعى محمد بن عبد الله النبوة، ولما كان لليهود والمسيحيين تواجده في الجزيرة العربية، وكانت يثرب المدينة القريبة من مكة تضم قبائل يهودية، انتقلت الأساطير اليهودية والمسيحية إلى القرآن، الكتاب الذي يؤمن المسلمون بأن الله أوحاه إلى محمد. منذ أن تطور الإنسان ليصبح الكائن الحي الوحيد القادر على التفكير في المسائل الوجودية، ابتدأ الإنسان يتساءل: من نحن؟ كيف جئنا؟ ولماذا؟ وكيف جاء الكون؟ ولما لم تكن للإنسان القديم الأدوات المعرفية الكافية للحصول على الإجابات، نشأت الأساطير، فأصبحت لمختلف الشعوب أساطيرها الخاصة التي تصف خلق الكون والإنسان، وكان لحضارات ما بين النهرين أساطيرهم عن الخلق، وكتب لأصولها أن تكون اليوم الأكثر انتشارا بين البشر بسبب انتقالها إلى المسيحية والإسلام. ازدهرت الثقافة السومرية في الجزء الأسفل من حوض دجلة والفرات منذ مطلع الألف الرابع قبل الميلاد، وقد كان للثقافة السومرية تأثير كبير على ثقافة الشرق الأدنى القديم، فهي التي أعطت المنطقة الخط المسماري الذي غدا واسطة الكتابة لدى جميع شعوب المنطقة لمدة 2000 عام، وهي التي طورت منذ الأزمنة السحيقة مبادئ دينية وروحية ظلت سائدة لفترة طويلة من الزمن، حتى وصلت تأثيراتها إلى الثقافة الإغريقية في الفترات المتأخرة، وهي التي وضعت أولى التشريعات والقوانين والتنظيمات المدنية والسياسية، ولذلك تسمى الحضارة السومرية بمهد الحضارات. من خلال ما عثر عليه من آثار ونقوش تعود للسومريين، تمكن العلماء من إعادة بناء أسطورة التكوين السومرية، وأبرز ما فيها: في البدء كانت الآلهة نمو ولا أحد معها، وهي المياه الأولى التي انبثق منها كل شيء. أنجبت الآلهة نمو ولدا وبنتا، الأول آن إله السماء المذكر، والثاني كي آلهة الأرض المؤنثة، وكانا منفصلين مع بعضهما وغير منفصلين عن أمهما نمو. ثم إن آن تزوج كي فأنجبا بكرهما إنليل إله الهواء الذي كان بينهما في مساحة ضيقة لا تسمح له بالحركة. إنليل الإله الشاب النشيط لم يطق ذلك السجن، فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه عن أمه كي، رفع الأول فصار سماء وبسط الثانية فصارت أرضا ومضى يرتع بينهما. ولكن إنليل كان يعيش في ظلام دامس، فأنجب إنليل ابنه نانا إله القمر فيبدد الظلام في السماء وينير الأرض. نانا إله القمر أنجب بعد ذلك أوتو إله الشمس الذي بزه في الضياء بعد أن أبعدت السماء عن الأرض، وصدر ضوء القمر الخافت وضوء الشمس الدافئ. قام إنليل مع بقية الآلهة بخلق مظاهر الحياة الأخرى. في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد بدأت تزدهر الحضارة البابلية ورثت الحضارة السومرية، فكانت أسطورة التكوين السومرية أساساً لمكيناتها البابلية التي أعادت بناءها وأضافت عليها، لتكتمل في صورة ملحمة التكوين البابلية الإينوما إيليش التي دونت قبل 2800 عام قبل الميلاد، وقد وجدت موزعة على 7 ألواح فخارية. تقول ملحمة بأنه لم يكن في الوجود سوى المياه الأولى ممثلة في 3 آلهة: أبسو وهو الماء العذب، وتعامة وهي الماء المالح زوجته، وممو وهو الحطام المنتشر فوق تلك المياه. وكانت هذه الكتلة المائية الأولى تملأ الكون، وهي التي انبثقت منها بقية الآلهة والموجودات. أخذت الآلهة بالتناسل فولدت أجيال من الآلهة الشابة، فسببت إزعاجا للآلهة الأولى بسبب نشاطها وحركتها، فعكرت السكون الأزلي. فقام أبسو بوضع خطة لإبادة النسل الجديد والعودة للنوم مرة أخرى، إلا أن الإله إنكي تمكن من البطش به وحل محله وصار إله الماء العذب. وبعد هذه الأحداث ولد من إنكي مردوك
أعظم آلهة بابل، فأنقذهم مرة أخرى من بطش الآلهة القديمة، ورفع نفسه سيدا للمجمع المقدس، ثم شرع التعامى بتجهيز جيش لمواجهة الفريق الآخر الذي أوكل مهمة المواجهة إلى مردوك، فاشترط أن يعطى امتيازات استثنائية كقوة الكلمة الخالقة، فأعطيها، فصار يقول للشيء كن فيكون، فأقيم له عرش يليق بألوهيته، وأعلوه سيدا عليهم جميعا، ثم واجه تعامى فقتلها، وبعدها التفت مردوك إلى بناء الكون، فعاد إلى جثة تعامى وهي الماء المالح، فأمسك بها وشقها شقين، فرفع النصف الأول فصار سماء، وسوى النصف الثاني فصار أرضا، ثم خلق النجوم والشمس والقمر، وحدد لهما مساريهما، ثم خلق الإنسان والحيوان والنبات، وبعد الانتهاء من عملية الخلق، يجتمع الإله مردوك بجميع الآلهة، ويحتفلون بتتويجه سيدا للكون، وبنوا مدينة بابل، ورفعوا له في وسطها معبدا، تناطح ذروته السحاب. في أواخر القرن السادس قبل الميلاد، تمكنت جيوش الملك البابلي نبوخذ نصر من تدمير مملكة اليهود في فلسطين، فقيد اليهود سبايا إلى بابل. فاطلع اليهود على آداب وأساطير وثقافة بلاد الرافدين، وعندما عادوا إلى أورشليم بعد استيلاء الفرس على بابل، قاموا بتدوين نصوص التوراة المتفرقة في كتاب جامع شامل، فدخلت خبراتهم أيام السبي فيما دونوه من نصوص، وكانت الإنومة إليش عميقة التأثير فيهم. وكانت الإنومة إليش مكتوبة على سبعة ألواح فخارية، وكانت الستة الأولى منها مخصصة لوصف فعاليات الإله والخلق، أما اللوح الأخير فمخصص لوصف جلوس الإله مردوك على العرش في القصر الجديد الذي بناه له رفاقه الآلهة، واحتفالهم بنصره وخلق العالم. وقد أوحى هذا التقسيم إلى المحررين التوراتيين بفكرة أيام الخلق الستة واستراحة الخالق في اليوم السابع. جاء في سفر التكوين أول أسفار التوراة، وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه، فكان كذلك، وصنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وسمى الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوم ثان. وقال الله: لتتجمع المياه التي تحت السماء في مكان واحد، وليظهر اليبس، فكان كذلك، وسمى الله اليبس أرضا، وتجمع المياه سماه الله بحارا. وقال الله: لتنبت الأرض نباتا عشبا يخرج بزرا وشجرا مثمرا يخرج ثمرا بحسب صنفه بزره فيه على الأرض، فكان كذلك، وكان مساء وكان صباح يوم ثالث. وقال الله: لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون علامات للمواسم والأيام والسنين، وتكون نيرات في جلد السماء لتضيء على الأرض، فكان كذلك. ثم تقول التوراة: وهكذا أكملت السماوات والأرض وجميع قواتها، وانتهى الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، واستراح في اليوم السابع من كل عمله الذي عمله. وجاء في كتاب الهجدة، وهو نوع من الشروح على التوراة، أن الله عندما خلق السماء جعلها سبع طبقات تتدرج من السماء الدنيا التي تستند قبتها إلى الأرض عند الجهات الأربع، وحتى السماء السابعة التي تتصل بيدي الخالق، كما جعل الأرض أيضا سبع طبقات. وهذه الجزئية هي من التأثيرات العديدة للثقافة الكنعانية على اليهود، حيث أن إيل كبير الآلهة ورب السماء عند الأوغاريتيين يعتلي عرشه في السماء.